بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وقال: لا يصومن أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله في كلامه على ما يسن صيامه وما ينهى عن صيامه، وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه. وهذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام أكل لأن الناس يأكلون من لحوم الهدايا والضحايا التي أمر الله تعالى بالأكل منها، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهي أيام ذكر لله تعالى، قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر الذي أمر الله تعالى به في هذه الأيام أنواع: أولاً ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح الهدايا والضحايا، فإن الله عز وجل أمر بالذكر عند النحر والذبح، فقال عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثانيا ذكر الله تعالى عند الأكل والشرب، فإن من المشروع للمؤمن أن يسمي الله تعالى إذا أراد أن يأكل وأن يشرب وأن يحمد الله عز وجل عند الفراغ من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثالثا من الذكر ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار، فإن هذه الأيام أيام رمي، فيسن أن يذكر الله بالتكبير عند رمي الجمرات الثلاث. رابعا من ذكره سبحانه وتعالى ذكره بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خامسا الذكر المطلق كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كل هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذه الأيام يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أن قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يجوز صيامها عن قضاء ولا تطوعا، فلا يجوز صومها إلا لمن لم يجد هدي المتعة والقران، فحينئذ يجوز له الصوم. نعم. صلى الله عليه. وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. هذا أيضا نهي عن صيام يوم الجمعة، والنهي هنا إنما هو عن تخصيصه بالصيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي.
ولكن لو صام يوما قبله أو يوما بعده فإن النهي يزول. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فينهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده أو صامه لكونه وافق عادة لا لقصد التخصيص فلا حرج في ذلك، فالمنهي عنه هو أن يخص يوم الجمعة، وإنما نهي عن تخصيص يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، فأعطي بعض أحكام العيد لأن يوم العيد يحرم صومه، لكن لما لم يكن عيدا كعيد الفطر والنحر جاز أن يصام إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتسابا للأجر والثواب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قيام رمضان صلاة التراويح التي يصليها المسلمون عقب صلاة العشاء، وأفضل عدد يصلى به قيام رمضان 11 ركعة، كما كان ذلك هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي بالسلامين، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا هو الأفضل، وإن زاد على 11 فلا حرج لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الأفضل أن يحافظ على هذا العدد. ثم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ليلة القدر هي الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وسميت ليلة القدر إما من القدر وهو الشرف والمكانة والعظمة لأنها ليلة شريفة معظمة، وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وليلة القدر ترجى أي تطلب في 10 الأواخر من رمضان، وأرجاها ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر 7 البواقي، وأرجى 7 ليلة 27، وليست تختص بليلة معينة بل تتنقل حسب حكمة الله تعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وأري عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة 21، وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده لحكمة: أولاً امتحاناً واختباراً ليتبين من كان جاداً في طلبها ممن هو متخاذل وكسلان، وثانياً لأجل أن يجتهد العبد
لأجل أن يجتهد العبد في طلبها في كل ليلة، فيجتهد في العبادة وفي طاعة الله تحرياً وطلباً لهذه الليلة الشريفة. وليلة القدر لها علامات، لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة فمنها قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، لأن فيها تتنزل الملائكة وهم يتنزلون بالنور والرحمة. ومنها أيضاً انشراح صدر المؤمن في تلك الليلة، فيجد في صدره انشراحاً وانبساطاً. ومنها أيضاً حرص المؤمن في تلك الليلة على العبادة وعلى إتمامها وإكمالها. ومن علاماتها أيضاً أنها ليلة طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، وليس فيها عواصف ولا قواصف كما جاء ذلك في الحديث. وأما علاماتها اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومنها أيضا استجابة من وفقه الله تعالى لقيامها، فإذا استجاب الله عز وجل دعاه فهذا دليل على أنه أدرك هذه الليلة الشريفة. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. قال: وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف، لزوم الاعتكاف في اللغة بمعنى لزوم الشيء والمواظبة عليه، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون مواظبون على عبادتها. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بلزوم مسجد من مساجد الله طلبا لطاعته وتفرغا لعبادته. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله عز وجل، بحيث أن الإنسان يبتعد عن الدنيا ولذاتها وشهواتها وينقطع في طاعة الله متفرغا له في بيت من بيوته. والثاني، الأمر الثاني، تحري ليلة القدر. ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وثبتت مشروعية الاعتكاف في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء، لا أعلم خلافا بين أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. ولهذا ينبغي للمعتكف أن يتشاغل بالقرب، أي بما يقربه إلى الله تعالى، من صلاة وذكر وتلاوة وانشغال بعلم ونحو ذلك. ولهذا كانت أفعال المعتكف ثلاثة أنواع: مشروع وممنوع ومباح. فالمشروع تشاغله بالقرب، أي بما يقربه إلى الله. والممنوع أن ينشغل أو يفعل ما ينافي الاعتكاف. والمباح كالتحدث مع زائره أو صديقه أو نحو ذلك.
وفي الحديث يقول كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان تدل على الاستمرار غالبا، لأن كان إذا وردت في النصوص الشرعية فلها ثلاثة معان. المعنى الأول من معاني كان أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، كقوله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فهل المعنى كان فيما مضى أما الآن فلا، حاشا، بل كان ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما حكيما. وإنما تكون كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وإنما يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. الثاني من أوجه كان أن تكون دالة على الاستمرار دائما، أن تدل على الاستمرار دائما، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر. فليس المعنى أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن التحريم هي مفتاح الصلاة. الثالث أن ترد كان للاستمرار غالبا، أن تكون دالة على الاستمرار غالبا، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية. وجاء أيضا في الحديث: كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. فالمعنى أنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أي قبضه، واعتكف من بعده أزواجه. وفائدة هذه الجملة: واعتكف أزواجه من بعده، فائدتها بيان أن الحكم باق لم ينسخ، لأنه قد يقول قائل إن الاعتكاف منسوخ، فكون أزواجه يعتكفن من بعده دليل على بقاء هذا الحكم، وإلا فالحجة فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. قال: وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرحال جمع رحل، وهو ما يوضع على الدابة للركوب من المتاع ونحوه، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى بقعة أو مكان من الأماكن معتقدا فضيلة هذا المكان وخصيصته ومزيته، إلا لهذه الأماكن الثلاث. فلو أن شخصا أراد أن يشد الرحل إلى مسجد مثلا في مصر، أو مسجد في الشام، أو مسجد في العراق، معتقدا فضيلته وخصيصته، فإن هذا لا يجوز. الذي يجوز شد الرحل إليه، الذي يجوز أن يشد الرحل إليه، هي هذه المساجد الثلاثة. إذن معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا نهي عن شد الرحل إلى بقعة معتقدا خصيصة هذه البقعة وفضيلتها وأن لها مزية وخصيصة سوى هذه المساجد الثلاثة. وإنما خصت هذه المساجد الثلاثة لما فيها من المزية بمضاعفة الصلاة فيها. فالمسجد الحرام مما تضاعف فيه الصلاة، والمسجد النبوي مما تضاعف فيه الصلاة، وكذلك المسجد الأقصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية: إلا مسجد الكعبة. فالصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة. وهنا أنبه أيضا، بعض الناس إذا أراد أن يتكلم عن هذه المسألة يقول: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد النبوي بألف، وهذا خطأ.
الحديث صريح في أنها أكثر من الألف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا خير إيش من ألف صلاة، وفي المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. ففرق أن تقول الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 أو أن تقول خير من 100,000. وهذا يدلك على أن المحافظة على الألفاظ النبوية والألفاظ الشرعية هو الخير. إذن هذه المساجد إنما خصت بذلك لما فيها من المزية، فالمسجد الحرام مما تضاعف فيه الصلاة، وهو موضع أداء النسك، ففيه الطواف والسعي، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مما تضاعف فيه الصلاة، وهكذا المسجد الأقصى. أما لو شد الرحلة إلى غير هذه المساجد لاعتقادا لمزية هذا المكان أو هذه البقعة، وإنما شد الرحلة لطلب علم أو للصلاة خلف إمام تلاوته جيدة ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. إذن المنهي عن أن يشد الرحلة إلى بقعة أو إلى مسجد غير الثلاثة معتقدا أن هذه البقعة أو أن هذا المسجد له مزية وخصيصة على غيره. نعم. قال رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. وحديث جاء ثم قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة بمعنى القصد، وقيل قصد مكان معظم، وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص. والحج أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، وقد دل عليه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وفي حديث ابن عباس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهو ركن من أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وكان فرضه في السنة التاسعة من الهجرة. وإنما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لأمرين: الأمر الأول أنه في تلك السنة وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وفود عظيمة، فرأى أن من المصلحة أن يبقى في المدينة لتلقي هؤلاء الوفود وأن يعلمهم ويرشدهم. وثانيا أنه في تلك السنة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين سوف يحجون، ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر رضي الله عنه ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فأراد أن تكون الحجة متمحضة للمسلمين، فلذلك حج في السنة أو أخره إلى السنة العاشرة من الهجرة. يقول: والاستطاعة أعظم شروطه. الحج له شروط، فمن شروطه بل من أعظم شروط الاستطاعة وهي القدرة. والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فمن كان قادرا بماله وبدنه وجب عليه أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الحج، ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه نظرنا، فإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، وأما إذا كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول المانع فيحج بنفسه. وأما إذا كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه فهنا أيضاً ينظر، إن توقف الحج على المال لم يجب، وإن لم يتوقف الحج على المال كما لو كان قريباً من مكة أو في مكة ويتمكن من الخروج على قدميه
ويحج فإنه يجب لعموم قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا مستطيع. قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني هذا معنى استطاع أن يملك زادا وراحلة توصله إلى مكة بعد قضاء ما يعني أن يكون فاضلا عما يحتاجه ومن يمونه من الحوائج الأصلية والضروريات. قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بدون محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني كتب مع الغزاة والمجاهدين. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. وهذا الحديث كالصريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ولو كانت مع رفقة آمنة، لأن من العلماء من يقول إنه يجوز للمرأة أن تسافر، منهم من أطلق ومنهم من قال الحج، إذا كانت مع رفقة آمنة. لأنه يقال في هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته، مع أن امرأته قد حجت مع من؟ مع أبي بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة. هل هناك رفقة آمنوا من هذه الرفقة في الدنيا؟ لا يوجد. ومع هذا قال له: انطلق فحج مع امرأتك. فلا بد لها من محرم، ومحرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. هذا هو محرم المرأة، زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو سبب مباح. الذي يحرم عليه نكاحها بنسب بينه الله تعالى في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء هن المحرمات من النسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات من النسب، وقال: إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. إن الإنسان يحرم عليه أصوله الأمهات والجدات وإن علون، وفروعه البنات وبنات البنات وبنات الابن وإن نزل، وفروع أصله الأدنى الأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، الأصل الأعلى يعني العمات والخالات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن جميع النساء أو أن جميع أقارب الإنسان من جهة النساء كلهن حرام، فجميع النساء اللاتي بينك وبينهن قرابة كلهن محرمات إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وأظن أن هذا أيسر، أن يقال جميع النساء الأقارب كلهن محرمات على الإنسان، يعني كلهن محرم الإنسان يحرم عليه نكاحهن إلا هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. إذن هذه المحرمات بالنسب أو سبب مباح كالرضاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. كل امرأة حرمت عليك نسبا فإنه يحرم نظيرها من الرضاع. فأمك من النسب حرام، أمك من الرضاع حرام، أختك من النسب حرام، أختك من الرضاع حرام، إذا تمت شروط الرضاع، وهي شرطان: الشرط الأول أن يكون الرضاع في الحولين، والشرط الثاني أن يكون 5 رضاعات فصاعدا. وقوله أو سبب مباح يخرج أو يخرج به اللعان، لأنه تحرم به المرأة، تحرم به المرأة الملاعنة على الملاعن. فإذا لاعن الرجل امرأته فمن الأحكام المترتبة على اللعان أنه يفرق بينهما، وأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، حتى لو أكذب نفسه، لو قال أنا كاذب فيما ادعيت عليها فإنه لا يقبل. نعم. قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. قال حديث جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم من أتم الأحاديث في بيان صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعتبر منسكا مستقلا، وقد جعله الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني جعله منسكا، وأضاف إليه بعض الألفاظ الزوائد في السنن وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير قد قدروا بنحو 100,000 كلهم يلتمس أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة، قال: حتى أتينا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إليه كيف أصنع، يعني بعد النفاس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذه الجملة تدل على مسائل: أولا، مشروعية الاغتسال عند الإحرام، وثانيا أن مشروعية الاغتسال عام، حكمها عام للحائض والنفس وغيرها، ومنها أيضا أن النفاس وكذلك الحيض لا يمنع الإحرام ابتداء، فلا يمنعه دواما، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تحرم وهي حائض، أو أن تحرم وهي نفساء، فلا يمنع الإحرام ابتداء، كما لا يمنعه دواما، يعني لو أحرمت وهي طاهر ثم أتاها الحيض فإن الحيض لا يفسد الإحرام. قال: اغتسلي واستثفري بثوب، يعني تلجمي وتحفظي بثوب، وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. نعم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب، فصلى عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعني أنه أحرم عقب فريضة، وهذا يدل على أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، فإن كان الوقت وقت فريضة فإنه يسن أن يكون إحرامه عقب الفريضة، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة فإنه ليس للإحرام صلاة تخصه. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل أي رفع صوته بالإهلال: لبيك اللهم لبيك،
لبيك من ألب في المكان إذا أقام فيه، أو لبيك إجابة لك بعد إجابة، والمعنيان لا يتنافيان. فمعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك، أنا مقيم على طاعتك من ألب في المكان إذا أقام ومجيب دعوتك. وهذه التلبية سماها جابر رضي الله عنه توحيدا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي أسمائك وصفاتك، إن الحمد والنعمة لك. فالحمد لله فهو المستحق سبحانه وتعالى للحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته. قال والملك، يعني أن الملك لله عز وجل، لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. نعم كم أحسن الله. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتي. طيب إنما قال لسنا نعرف العمرة لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف المشركين فيما يتعلق بالمناسك في مواضع، منها أولا أنهم كانوا يطوفون، أن النساء كن يطوفن بالبيت عرات، كانوا يطوفون عراتا، وتقول القائلة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مناديا أن ينادي في حجة أبي بكر ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثانيا أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فخالفهم، فجميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر الحج. ثالثا مما خالف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين فيما يتعلق بالمناسك، أن الحمس منهم كانوا لا يقفون بعرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفهم كما سيأتي. ولهذا جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتى عرفة. ورابعا مما خالفهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفيضون من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فخالفهم فلم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص. خامسا مما خالفهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في المزدلفة يدفعون عند طلوع الشمس إذا طلعت الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام فدفع بعد أن أسفر جدا. سادسا مما خالفهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقفون في وادي محسر فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم عليه الصلاة والسلام فإنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا، مخالفة للمشركين. نعم صلى الله عليه. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. طيب يقول ثم حتى إذا أتينا البيت مع استلم الركن، استلم الركن أي مسحه، فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل، الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، والرمل يسن معه أيضا الاضطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه، أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فكل موضع يشرع فيه
الاطباع يشرع فيه الرمل، وهذا الرمل إنما يكون الرمل والاطباع إنما يكون في الطواف أول ما يقدم. الرمل والاطباع مشروع في الطواف أول ما يقدم، فيدخل فيه طواف القدوم للقارن والمفرد، ويدخل فيه طواف العمرة بالنسبة للمعتمر. ولهذا لا يسن الرمل ولا الاطباع لأهل مكة، لأن الرمل شرع لإظهار القوة والجلد، وهذا إنما يكون في من يقدم إلى مكة. وسببه أن المشركين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا وأن يمشوا فيما بين الركنين، لأن المشركين كانوا في الجهة المقابلة لا يرونهم إذا مشوا. ولكنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل في جميع الشوط. فالمهم أن الرمل إنما فأن الرمل لا يسن لأهل مكة، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. لحامل معذور يعني من حمل معذورا بردائه، ونساء أي أن النساء لا يسن لهن الاطباع والرمل، ومحرم من مكة أو قربها. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني تقدم، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تحقيقا لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتذكيرا لنفسه. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ثم رجع إلى الركن واستلمه، رجع إلى الركن فاستلمه كالمودع له، كالمودع له. وعلى هذا فاستلام الركن يسن في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف إذا مر به، والموضع الثالث بعد الفراغ من صلاة ركعتين إذا كان يعقبه سعي، إذا كان يعقبه سعي. هذه مواضع ثلاث هي التي يشرع فيها استلام الحجر الأسود، أما ما سواها فهو جائز. إذن استلام الحجر إنما يشرع ويطلب ويسن في هذه المواضع الثلاث: الأول عند ابتداء الطواف، ثانيا في أثناء الطواف إذا مر به، ثالثا بعد الفراغ من صلاة ركعتين إذا كان يعقبه سعي. والحكمة من ذلك أنه كالمودع، يعني ذهب إليه واستلمه كالمودع. نعم. أحسن الله إليك. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. طيب، يقول رضي الله عنه ثم ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا يعني قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. فيسن للإنسان إذا دنا من الصفا أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يسن أن يكمل الآية، لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتمها وقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فبدأ بالصفا، فرق على
عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله. طيب، فرقى رقى يرقى، ورقي يرقي، رقي رقى من الرقي وهو العلو والصعود. نعم، فبدأ بالصفا فرق عليه حتى إذا رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلهما عمرة. طيب، احنا قلنا فبدأ بالصفا فرقى رقى يرقى من الرقي، وبعضهم يقرأ فرقي، يكون هذا رقي من الرقية، والصواب فرقى. نعم. يقول: وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه هي كلمة التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وبعض العلماء يقول معناها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي وإن كانت صحيحة من حيث المعنى، لكن من حيث اللغة أن نقول لا معبود حق أو لا. فهمتم؟ لا إله إلا الله معناها أي لا معبود حق، ولا نقول لا معبود بحق. المعنى لا يختلف هذا وهذا، لكن الفرق من حيث اللغة أنك إذا قلت لا معبود بحق فالجار والمجرور يحتاج إلى متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. ومن المعلوم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فإذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله لا تحتاج أن تقدر. أما إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق احتجت إلى تقدير، أي كائن بحق. نعم. وإلا فمن حيث المعنى لا فرق أن تقول بحق أو حق. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن وادي سعى، يعني سعيا شديدا، حتى إن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يدور به من شدة سعيه. وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وقد روي ذلك عن ابن مسعود. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. طيب، وهذا دليل في قولي لو استقبلت من أمري ما استدبرت، دليل على أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فإن القران في حقه أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالتمتع أفضل الأنساك الثلاثة كما سيأتي، إلا من ساق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إلي. يقول: لا أشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا والمتعة أحب إلي، لأنها هي التي تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان فعلها، ولأنها أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، ولأنها أيسر على المكلف، لأنه يتمتع بين عمرته وحجه بما أباح الله عز وجل له. نعم.
قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي طيب. وهذا دليل أيضا بقوله أهللت بما أهل به رسول الله، دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحرم بما أحرم به فلان، بأن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان، كما صنع علي رضي الله عنه. والإنسان عند الإحرام إما أن يعين النسك بأن يقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وإما أن يطلق بأن يقول: لبيك، وإما أن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان. فكل هذا جائز، وهذه لها أحكام وتفاصيل، لأنه إذا قال: أحرمت بما أحرم به فلان، فتارة يعلم ما أحرم به فلان، وتارة يجهل ما أحرم به فلان، وتارة يريد أن يغير ما أحرم به فلان، وتفاصيلها في كتب الفقه، فنقتصر على هذا نظرا لضيق الوقت. نعم. أحسن الله عليكم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجه. نعم. وإنما لم يقصر عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا، فالقارن والمفرد يسن لهما إذا قدم مكة أن يطوفا للقدوم، وأن يسعيا سعي الحج، ثم يبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر، فإذا رميا وحلقا حل التحلل الأول. نعم. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها العصر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، يقول: لما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون بالماء، لأنه كانت منى في السابق ليس فيها مياه، فكانوا يتزودون بالمياه. واعلم أن كل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون يوم السابع، اليوم السابع مع أنه ليس من أيام الحج، يسمونه يوم الزينة، لأنهم يزينون رواحلهم ومراكبهم ويهيئونها. اليوم الثامن يسمى يوم التروية. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، ويسمى يوم الرؤوس. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. إذن هذه أسماء هذه الأيام: السابع يوم الزينة، يسمون السابع يوم الزينة، والثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، ويوم الحج الأكبر، لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، ويسمى أيضا يوم الرؤوس، لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فقال: أليس هذا؟ نعم، تقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق. واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول لمن تعجل، واليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. نعم.
قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش. نعم. لا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني أنه لن يخرج من المزدلفة ومن حدود الحرم، لأن الحمس منهم كانوا يقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فكانوا لا يخرجون إلى عرفة، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. نعم. قال: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية. وهذه خطبة عظيمة من أعظم الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجمع العظيم، وقد شرحها شرحا وافيا مفصلا سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، شرح هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. نعم. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقاتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. نعم. وأنتم تسألون عني، يقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأنت يوم القيامة لن تسأل عما قال فلان أو فلان حتى ولو كانوا من الأئمة الكبار، إنما ستسأل عما جاءت به الرسل. نعم. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا حتى ركب. يعني أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر. يقول: ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني أنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، إقامة لصلاة الظهر وإقامة لصلاة العصر. ومن هذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ أهل العلم ضابطا في هذه المسألة، وقالوا: إن من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. فمثلا لو أن جماعة صلوا إلى جهة غير القبلة يوما كاملا وحصل منهم تفريط فأمروا بالإعادة، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون للفجر ويقيمون للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك أيضا إذا جمعوا. إذن من جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة. نعم. قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفوة. نعم. وهذا اليوم يوم عرفة يوم عظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الدعاء في هذا اليوم، وأن يستغل أوقاته في هذا اليوم بالدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى،
وأن يلح على الله تعالى في الدعاء، فهو زمن ربما لا يتكرر على الإنسان، ربما أنه يحج هذه السنة ولا يحج في سنوات أخرى، فعلى المرء أن يحرص على أن يغتنم هذا الزمن الشريف بما هو جدير به من الدعاء، وأن يحرص أيضا على أن يكون مستقبل القبلة رافعا يديه متأدبا بآداب الدعاء الواردة المعلومة. نعم. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. طيب، والمشعر الحرام هو موضع المسجد الآن، المسجد الموجود في المزدلفة هو موضع المشعر الحرام، وهذا ليس بلازم، يقف أقول في مكانه ولا يلزم أن يأتي إلى المسجد، لأنه لو طلب من كل شخص أن يأتي بالمسجد لازدحم الناس وشق عليهم لكثرتهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، فحر محسر بطن محسر، محسر واد بين مزدلفة ومنى، ولهذا يقال بين كل مشعرين واد، فبين المزدلفة ومنى وادي محسر، وبين المزدلفة وعرفة وادي عرنة. هذا الوادي وادي محسر لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حرك قليلا، يعني أسرع. قال الفقهاء رحمهم الله: يسن أن يسرع قدر رمية حجر، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخالفة للمشركين كما سبق، لأنهم كانوا يقفون بهذا الموضع ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم لأن هذا الموضع أهلك فيه أصحاب الفيل، فهذا القول ضعيف، فإن أصحاب الفيل أهلكوا خارج الحرم في موضع يقال له المغمس. قال أمية ابن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. فالفيل، أصحاب الفيل، حبسوا في موضع يقال له المغمس قرب الشرائع الآن. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وجاء في بعض الألفاظ يكبر إثر كل حصاة، وعلى هذا فالتكبير مع رمي الجمرات له صفتان: الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرمي بأن يرمي مكبرا، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر. فالأولى أن يقرن لقوله يكبر مع، والمعية تقتضي المصاحبة، والصفة الثانية أنه يكبر، أنه يكبر على إثر كل، أنه عليه الصلاة والسلام يرمي ثم يكبر على إثر ذلك، يعني بعده فيرمي ثم يكبر، فهاتان صفتان جاءت بهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم
قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. طيب، لما رمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة انصرف إلى المنحر فنحر، وكان عليه الصلاة والسلام كما سبق في أول الحديث كان قد أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب عليه 7 بدنة، ولكن من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام أهدى هذا العدد 100 بدنة. نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وأعطى عليا ما غبر يعني ما بقي وهو 37. قال ابن القيم رحمه الله: وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره الشريف. كونه عليه الصلاة والسلام يباشر نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. ثم أمر من كل بدنة ببضعة يعني بقطعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل منها، تحقيقا لقوله عز وجل: فكلوا منها. نعم، أحسن الله إليك. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت منكم. لنزعت معكم. نعم، انزعوا. انزعوا، أحسن الله. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت منكم، فناولوه دلوا فشرب منه. لنزعت معكم. لنزعت، أحسن الله عليكم. قال: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم، ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة. إذن أفضل صفة للحج هي ما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الحديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جمع طرق هذا الحديث والألفاظ الزوائد المتعلقة به وجعله منسكا مستقلا في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن بطالب العلم أن يراجع هذه الرسالة أو هذا الكتاب ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزاه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. طيب، هذا هو الفرق بين الواجب والركن في الحج. قال: الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله. فمن ترك الوقوف بعرفة أو الإحرام أو الطواف أو السعي لا يتم حجه إلا به. وكذلك أيضا لو ترك الطواف والسعي في العمرة أو الإحرام في العمرة لم تصح عمرته ولم تتم. أما الواجب فالواجب إذا تركه الإنسان يجبره بدم، وهذا شبيه بالفرق بين الركن والواجب في الصلاة لكن مع اختلاف يسير. فالأركان في الصلاة والواجبات الفرق بينها أن من ترك ركنا من أركان الصلاة لم تصح صلاته إلا به، وأما ترك الواجب فإذا تركه نسيانا جبره بسجود السهو. لكن في الحج لو تعمد ترك الواجب لم يبطل نسكه، لكن في الصلاة لو تعمد ترك الواجب فيها
بطلت صلاته، وهذا من خصائص الحج. نعم، أحسن الله إليك. قال: ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل، والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. وعليه شرع المؤلف رحمه الله في بيان أنواع النسك، وهي ثلاثة. جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم يفرغ منها، يعني من العمرة، ويحرم بالحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان فليس متمتعا، ولو أحرم في أشهر الحج ولكن حج من العام القابل فليس متمتعا. فلا بد أن تكون العمرة والحج كلاهما في أشهر الحج، وأن يفرغ من العمرة. القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يجمع بين الحج والعمرة بأن يقول لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، فيجمع بينهما. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا، أن يحرم بالعمرة أولا على أنه متمتع، ثم لا يستطيع إتمامها لعذر فيدخل الحج عليها فيكون قارنا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أول ما أحرمت أحرمت على أنها متمتعة، ثم لما حاضت بسرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك لعلك نفستي؟ قالت: نعم. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. إذن الآن القران له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يحرم بهما معا، لبيك عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم لا يتمكن من أدائها قبل الثامن أو قبل يوم عرفة فيدخل الحج عليها. وهاتان الصورتان جائزتان. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج أولا على أنه مفرد ثم يدخل العمرة عليه. فهذه الصورة فيها خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح. قالوا: أولا أنها لم ترد، وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، الأصغر الذي هو عمرة على الأكبر الذي هو الحج. وقيل إن هذه الصورة صحيحة، واستدلوا بأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق وقال: يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال: وهذا دليل على جواز إدخال العمرة على الحج. وبناء عليه تكون صور القران ثلاث. الصورة النسك الثالث الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، وأفضل هذه الأنساك هو التمتع كما سبق، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. وهنا أنبه أو أبين الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة النسك، قد يكون في بعض ألفاظها خلاف، ففي بعضها تمتع رسول الله، وفي بعضها أنه حج مفردا، وفي بعضها أنه حج قارنا. انتبه، الأحاديث الواردة في الصحيحين فيها ما يدل على أنه تمتع رسول الله، وفيها ما يدل على أنه أفرد الحج، وفيها ما يدل على أنه كان قارنا. وقد تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والمتعة أحب إلي. والجمع بينها سهل بحمد الله. أما الأحاديث التي فيها أو الألفاظ التي فيها أنه تمتع، فالجواب عنه
أن القران في عرف الصحابة يطلق على التمتع، لأنه جمع في سفره بين نسكين، فقد ترفه بترك أحد السفرين، ولهذا يجب الهدي في المتعة ويجب الهدي في القران. فمعنى تمتع يعني أنه جمع في نسكه بين الحج والعمرة. فالقران يطلق على التمتع، بل فالتمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم. أما الأحاديث التي فيها أنه أفرد، فالمراد أنه اقتصر على فعل المفرد، فعل المفرد، لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأفعال. القارن والمفرد لا يمكن لأحد أن يفرق بينهما إلا في شيئين: أولا النية، وهذا أمر خفي، وثانيا الهدي، وإلا من حيث الأفعال لا فرق بين هذا وهذا. فعلى هذا الأحاديث التي فيها أنه أفرد الحج المراد بذلك أنه اقتصر على أفعال المفرد. نعم، صلى الله عليه. قال: وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو يحرم بالحج مفردا والقران. وحاضر المسجد الحرام من هم؟ أصح الأقوال أنهم أهل مكة والحرم، أهل مكة والحرم، ولا نقول أهل الحرم فقط، لأن جزءا من مكة الآن صار خارج حدود الحرم، فكوننا نعطي هؤلاء حكما وهؤلاء حكما مع أنهم في بلد واحد، نحتاج أن نضيف أهل مكة والحرم. وعلى هذا فأهل ما فالذين يسكنون خارج حدود الحرم، النورية وغيرها وغيرها، هؤلاء من حاضري المسجد الحرام. وقيل إن حاضري المسجد الحرام من بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهو المشهور من المذهب، لكن الأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. نعم، صلى الله عليه. قال: والقران أن يحرم بها أن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. والمفرد والقارن فعلهما واحد. حكم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة واحد، لأن الحيض يطلق على لأن النفاس يطلق على الحيض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال: لعلك نفستي. فالنفاس يطلق على الحيض، وأحكامهما في الأعم الأغلب واحدة، وإلا فبينهما فروق قد تصل إلى 8 فروق بين الحيض والنفاس. نعم. قال: والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا، وتغطية رأسه إن كان رجلا، والطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. طيب، هذه محظورات الإحرام، يعني التي تحرم على من تلبس بالنسك. فمحظورات الإحرام هي الأمور التي تحرم على من تلبس بالنسك، منها حلق الشعر وتقليم الظفر ولبس المخيط إلى آخره، وكذلك أيضا الصيد، سواء صاده بنفسه أم دل غيره عليه، وكذلك أعان. فلو دل أحدا على صيد أو أعان أحدا على صيد فإنه في هذه الحال يحرم عليه أكله ويكون مشاركا له. نعم. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. طيب، أعظم محظورات الإحرام هو الجماع، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أحكام: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء، ووجوب البدنة. هذه 5 أحكام
تترتب على الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، وأما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك، وإنما تلزمه الفدية وهي شاة، ويلزمه أيضا أن يجدد إحرامه ليطوف طواف الفرض محرما بأن يخرج إلى الحرم ثم يرجع. نعم. قال رحمه الله: إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله، لقوله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكل هذه المسائل حقيقة تحتاج إلى تفصيل وشرح، لكن نعتذر لضيق الوقت، لأن بقي عندنا الآن كتاب البيوع. كتاب البيوع كثير، وما عندنا وقت يعني اليوم هذا، فإن شاء الله أنكم عارفين المسائل. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل يوم أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. وشروط الطواف مطلقة: النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا. طيب، ويسن أن يستلمه ويقبله. الحجر مراتب استلامه، أو استلامه مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله، والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا أو المحجن، والمرتبة الرابعة أن يشير إليه، ولا يسن أن يقبل يده لأنها لم تمس الحجر. وهناك مرتبة خامسة وهي السجود عليه، وقد جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا مراتب استلام الحجر 5: استلام أن يستلمه بيده، يعني يمسح ويقبل، والثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، والثالثة أن يستلمه بعصا أو محجن ويقبل العصا والمحجن، والرابعة أن يشير إليه بيده ولا يقبلها لأنها لم تمس الحجر، والخامس السجود عليه، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. صلى الله عليه. قال: ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره، ويكمل الأشواط 7، وأن يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وسبق لنا أن قلنا الرمل وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والاطباع يسنان في الطواف أول ما يقدم. ما نقول القدوم، نقول الطواف أول ما يقدم، لأجل أن يشمل ذلك ماذا؟ طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف العمرة.
قال: وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. وشروط السعي: النية وتكميل السبعة، والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول له والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والحدأة. قال وزني عنبة. نعم حسن الله. قال يسمى الحدية، الحدأة على وزن عنبة، وتسمى الحدية، وهي من يعني فيها أشياء غرائب، هي مغرمة بكل شيء لونه أحمر، حتى إنها تخطف اللحم والذهب. قالوا: ومن خصائصها أنها تقف أثناء طيرانها، تقف بجناحيها في الجو، يعني إذا ما تحرك جناحها تقف في السماء واقفة، هذه من خصائصها، فهي مغرمة بكل شيء لونه أحمر. وثبت في صحيح البخاري أن جارية، أن أمة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها فبقيت عندهم، وفي يوم من الأيام خرجت هذه الجارية، خرجت هذه الأمة المعتقة، خرجت مع جارية ابنة لهؤلاء القوم، صغيرة جارية وعليها وشاح، فأرادت أن تذهب إلى المغتسل، فلما أرادت أن تأتي المغتسل نزعت هذا الوشاح ووضعته على صخرة أو حصات، فبينها هي كذلك إذ أتت الحدية فخطفت هذا الوشاح. فلما خرجت هذه الجارية ولم تجد الوشاح أخبرت أهلها، فاتهموا هذه الأمة وقالوا: أنت التي سرقت. ففتشوها حتى قال فتشوا فرجها، ما تركوا شيء. فبينهم كذلك إذ أتت الحدية فألقت هذا الوشاح، فتأسفوا، يعني حاولوا يتأسفون لكنها يعني كما يقولون رفضت، فذهبت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، كانت مشركة فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها كانت تأتي إلي، وقلما جاءتني إلا وذكرت قصة الوشاح، وهذا في البخاري، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. من حكمة ابتلاها الله عز وجل هذا الابتلاء، ثم كانت عاقبتها أن ذهبت وأسلمت. هذه هي الحدأة وتقال الحدية. نعم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. والغراب المراد بذلك الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع، لأن الغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، وهذا من النوادر وقد انقرض، والثاني الغراب الأبقع ويسمى غراب البين، وهو معروف بالإيذاء، ينقر دبر الأبل ويقطع شماريخ النخل، وهو الذي يوجد في السواحل قرب السواحل. والثالث الغراب الأسود الصغير،
يشبه الحمام، وهذا حلال يجوز أكله، أما الأول والثاني فيحرم. والعقرب معروفة، نعم. صلى الله عليه وسلم. والفأرة والكلب العقور، وفي رواية والحية، فتكون الحيوانات التي يسن قتلها كم؟ 6، أضف إليها الوزغ تكون 7. إذن الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها 7: الغراب والحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور والوزغ. نعم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. تعرف الوزغ؟ تعرفه؟ ما هو الوزغ؟ شوف ما دعه، ما هو الوزغ؟ واحد يقول الوزغ ضب صغير، صحيح، هو من فصيلة الضب، هو ضب لكن صغير. نعم. تعرف الوزغ؟ اي، في الجدار، وهو يتلون بلون الجدار، سبحان الله. اذا كان الجدار اسود تجد لونه اسود، يقال، والله اعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له. طيب، باب الهدي والأضحية والعقيقة جمع بينها لأن أحكامها متقاربة. فالهدي هو ما يجب بسبب حرم أو إحرام، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الإنعام ضحى يوم العيد تقربا إلى الله، والعقيقة هي الذبيحة عن المولود. فجمع بينهما، أو جمع بينها، لأنها تتشابه في أكثر الأحكام. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله. بقي الآن تقريبا 16 دقيقة للأذان.